السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل ديكور من ديكورات الوهم البصري، ولكن ديكور النهاردة كله ألوان وديكور مبهج. يلا خلينا نشوف. هناخد أي متر أو أي أداة للقياس، تمام؟ ونبدأ من هنا كده يا جماعة، نقيس 40 سنتي، هنعمل أعلام بالشكل ده. الناحية التانية نقيس 40 سنتي، تمام؟ وهنعمل أعلام. نقيس 40 سنتي من هنا، تمام، ونقيس 40 سنتي. نبدأ ناخد اي مسطره يا جماعه، زي ما انتم شايفين اي مسطره متوفره عندك او اي عصا، ونبدا نوصل علامين ببعض. كده على الخطين اللي احنا عملناهم دول هنبدا ناخد المسطره بتاعتنا، وهنبدا ناخد مقاسات. هنقيس ازاي؟ هنقيس 10، تمام، بعد ال 10 25 على طول، 10 25 ناخد المسطرة. بعد ما عملنا علامات على الناحيتين، تمام، ناخد المسطرة اللي اشتغلنا بيها ونثبت على العلامات اللي احنا عملناها، ونبدأ نوصل بالقلم. نبدأ بعد ما خلصنا التخطيط ده يا جماعة، هنبدأ نعمل امتداد للخطوط دي هنا كده، ولكن مش هتبقى خطوط مستقيمة علشان تعمل بعد معانا، تعمل يعني عملية خداع بصري. طيب هنشتغل ازاي؟ هنبدأ من أول حتة اللي هي العشرة دي، طبعا دي ميتة مش هنعرف نشتغل فيها، خلينا نبدأ من أول دي، تمام، وهنيجي من عند الخط ده كده، تمام، وهنرسم دوران بالشكل ده. طبعا دوران نبدأ نرسمها بالطباشير في الأول، تمام، وبعد كده هرسمها بالقلم، لأن أنت لو رسمتها بالقلم على طول غالبا مش هتطلع معاك مظبوط، تمام، فأنت هترسم بالطباشير. أول دوران حاد طلع لفوق زي ما حضراتكم شايفين، اللي بعده الحدة بتاعته هتخف شوية كده. هنا بقى الخط الاولاني مايل مع اللي فوق، والثاني مايل مع اللي تحت، فالاولاني مثلا ده هيبقى ايه؟ منحاز لخطوط اللي فوق، لكن اللي تحت ده هيبقى منحاز لخطوط اللي تحت. كده بقى بدا الحكايه تتعكس، بدات الخطوط تميل كده، تمام؟ وهنا برضو الميل هيزيد اكيد. انا هلون اول واحده، تمام، هلون اول واحده اللي هي انهي دي كده، واحنا نلون الكبيره مش الصغيرين، نلون الاشكال الكبيره اللي هي دي كده، تمام، ونكمل بها فين؟ هنا كده. ممكن تلزق لزق طبعا، مفيش مشاكل. بعد كده هناخد لون برتقالي يا جماعه. انت مش ملزم انت تعمل الالوان اللي احنا هنعملها النهارده، انت ممكن تعمل اي الوان تانية انت عايزها، مفيش عندك اي مشاكل. يعني ممكن لو عملته بالالوان اللي احنا هنعملها هتلاقيه مناسب جدا لغرف الاطفال مثلا، لو عملت بالوان تانية مثلا على بيجات على بنيات على كده على كافيهات هتلاقي ان الديكور ممكن يكون مناسب للصاله مثلا. هي الحكايه حسب الذوق وحسب الرغبه وحسب المكان اللي انت عايز تعمل فيه الديكور اصلا. اللي تحتها باللون الاحمر زي ما حضراتكم شايفين. هنلون دي باللون البينك. دي كده لون ازرق. واخر واحده ده هنعملها تركواز. هناخد سبراي ابيض وهنيجي في نص الاشكال كده بالظبط، هنعمل زي اضاءه كده. بعد كده بطول الاشكال دي كده ناخد خط اضاءه بالشكل ده الناحيه الثانيه. كده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا، أتمنى الدرس يكون عجبكم، لو عجبكم يا جماعة الدرس مش تعملوا لايك شير، لو ما شاركتوش في القناة شاركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. نشوف حضراتكم على خير إن شاء الله في درس قادم وأفكار قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.